دايماً بتذكر لما كنت تحكي لي الفن ثورة. إحنا من اليوم وطالع مش مقاومين بس، إحنا فنانين. جول، مش رح أنسى المقاومة اللي زرعتها فينا. توقف على الستيج وتحكي رأيك، هاي كمان نوع من أنواع المقاومة. إحنا وقفنا بوجه الحدود وإنت بكل بساطة تخطيتها، رسمت مسار بسهم لاتجاه واحد، فيش ما يلفش بطفي هدف واحد، متت بكل صفاتك يا صديقي والقاتل ملتم، خايف من وجه الحقيقي. جود، من فينا مجنون، من فينا العاير، ومن شايف أكمل الصورة، ولو فينا نقطة من الجنون هاد كان الحرية مش اسم مسرح وبس. جول، جوليانو انطخ نفس اليوم اللي فيه مارتن لوتر كينج انطخ، كان لكم حلم، كان لنا أمل، وفي ناس مع إحباط، إحباط وسلاح، مخرج ممثل خارج عن السيناريو، هديتنا ولاد أرنا، خلي علينا ولاد جوليانو. من اول رصاصة احنا ما هبطناش من بعد سبع رصاصات في جسمك، اللي بلقي بالقاتل يحكي معاه، اذا جول بالقائمة السوداء قولوا له يكتب اسمي ورا. عمين اطلقتوا النار، اطلقتوها على زلمتنا، وحددنا بلا اي افكت بالسينما، اخرج جول من دلتي ولدة والبوليس بشهد، فيا محتل اطغى مش هنطفى، عالصناد اطغى مش هنطفى. جول ترك الفولتك بالورثة الا اما اذا القاتل منا. عمين اطلقنا النار، اطلقناها على مسرح، على مشهد، على رقصة، على رسمة، على كفرة، انا بفتح بالكتب مش لاقي الصفحة. الدين بطرد العتمة، الفن بيآمن بالفكرة، فيش لزوم تقلب العصا، لا افعد امن بالفكرة، بكفى تكره العبودية واحنا بنقبح. جول لو ترجع لايام الدعوات، تحمي الانبياء بجسمك، واللي اختلوك بيكونوا حاملين المسامير والمطرق، الله يرحم. حرية التعبير، وأهم إشي حرية الخيار. مش فاهم كيف الثقافة بتغتال، هالقد بخوف الفن، شو الجواب عالسؤال؟ وعرفتك بالليل قالوا لي داك تصور كليب، فجأة في مظاهرة، أنا فهمت إشي جديد، إذا العين الورا العدسة فيها جرأة وزلمنة، أكيد قدام العدسة حتلاقي ثورة ومدرسة، إلك وردة وحزن عميق، بس كل الطرق تؤدي إلى جنين، وهون عندي بيبدأ الحديث. تعلمي من المعلم، ما تخافي من الملتم، اللي بده يعتم الطريق هو عالاغلب حيلاقي تصفيق المجانين، وانتي عالمدى الابعد هتنوري تاريخ التحرير، وتاريخ التحرير حيكون فيها المسلح، الكاتب الممثل، اتاكدي انه حيكون فيها المسرح. اما القاتل والمدبر مشهدهم اسود، وجول مشهد ملون مؤثر، مشهد مكمل. إذا منكونش مربوطين مع بعض رح نكون معلقين بحد بعض.